الرئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج. مدبولي يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد متابعة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو لا تزال تبحث رد واشنطن والنيتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت في مختلف المجالات التنموية. كما شدد الرئيس السيسي على أن موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر. وخلال اجتماع آخر بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم. من جانبه نقل السيد محمد جاسم الصقر إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية. السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات. كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء. ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية الخطط التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة المقبلة لتغير المناخ، مشددا على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية ووضع التصورات للقضايا الملحة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، كذلك المبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم. وخلال الاجتماع قام الوزراء المعنيون باستعراض الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر. على جانب آخر، ناقش الاجتماع خطط التوسع في أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي بشرم الشيخ ومبادرة تحويل سيارات التاكسي بالمدينة للعمل بالكهرباء. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري في ضوء خطة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. أكد مدبولي أنه سيتم بشكل دوري خلال الفترة القادمة متابعة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصمت ياسين خبير أسواق المال. أستاذ عصمت، يعني تأثير طرح عدد من الشركات الحكومية على حركة أسواق المال في مصر؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقه ان برنامج الطروحات احنا منتظرينه وبقالنا فتره منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. هو الحقيقه انه احنا اتاخرنا كتير، لكن احنا دلوقتي بدانا بالفعل، ان احنا يعني ده خبر سار جدا لمجتمع سوق المال ان خلاص ادرجت البورصه على اجنده رئيس الوزراء. بما ان شفنا طرح اي فاينانس وقد ايه كان ناجح والحمد لله، احنا دلوقتي في صدد طرح جديد عند ماكرو جروب ان شاء الله هيطير الاسبوع القادم، ونتمنى له النجاح زي اي فاينانس. هو الحقيقه له كل مقومات النجاح، يعني هو مستوى في كل شروط النجاح، ده بالاضافه لادراج بعض كمان الشركات الجديده داخل السوق المصري اللي بتتم تتوفر فيها الشروط كامله تنزل. شفنا زي شركه نهر الخير الاسبوع الماضي نزلت، ده كمان في كمان اضافه بعض الطروحات اللي هي بتبقى زياده راس مال، اكتتاب شركات بالفعل بقياده زي ابو قير الاسمده وبعض الشركات الحكوميه.
الطروحات الجديده دي من شانها انها تعزز زياده راس المال السوقي للشركات المقيده في مصر، ودي هتفتح نافذه على الاستثمارات الاجنبيه. احنا شفنا في نضوب للاستثمارات الاجنبيه منذ جائحه كورونا. الحقيقه ان احنا السوق المصري كان من الاسواق المحظوظه ان احنا ما تاثرناش بشكل قوي، لان كان عندنا حزمه من التيسيرات التحفيزيه من البنك المركزي ومن الوزاره، كان عندنا مبادرات قويه جدا قدرت انها تساند السوق في تخارج الاجانب في فتره جائحه كورونا. احنا في الفتره دي دلوقتي بعد الانفتاح خلاص، وبعد ما الحمد لله موضوع كورونا بدا نقول عليه ان هو متحجم نوعا ما مع ظهور اللقاحات بشكل مستمر، واللقاح دلوقتي اصبح معظم العالم بياخده بشكل مستمر. حاليا دلوقتي احنا بصدد ان احنا بندور ان احنا نرجع الاستثمارات الاجنبيه تاني بشكل اكبر زي الاول. وبرده احنا عايزين نتاكد برده ان احنا نجحنا كمان ان احنا نرجع كمان في مؤشر مورجان الثاني للسندات. النهارده كان امبارح كان تم اقرار مصر تاني انها دخلت في مورجان ستانلي للسندات. لا احنا كنا خرجنا منه بعد ثوره 2011، استوفينا كل الشروط، واحنا الحمد لله يعني ده يعتبر يعني خبر ثار جدا. طبعا البنك مورجان ستانلي هيضخ استثمارات فوزون الخزانه والسندات مليار دولار، فدي هتعمل لنا برضو استابيلتي شويه في العمله الاجنبيه خلال هذا العام. بالاضافه الى ان دلوقتي دوله رئيس الوزراء بدا يفكر تاني جديا بان موضوع الطروحات اللي كان متاجل فتره ما هيرجع تاني بشكل قوي. كل الحاجات دي هيكون من شانها انها هتعزز اهم حاجه راس المال السوق للشركات المقيده، وهتفتح نافذه جديده للاستثمارات الاجنبيه والاستثمارات العربيه للدخول لمصر، وتبتدي تساعد بالفعل انها تعكس الواقع الحقيقي للحركه الاقتصاديه في مصر وقد ايه الاستثمار عندنا ناجح. اتفضلي. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه عصمت ياسين خبيره اسواق المال. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة تقريرا حول ما تم إنجازه من أعمال بالمجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، فبلغت نسبة الخفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة بالهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا 25.5% بديسمبر الماضي. وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخرجة بالوادي الجديد، إلى جانب توريد أكثر من 106,000 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة قش الأرز، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25,000 طن من ملوثات الهواء. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرات تفاهم وعقود تسليح بين مصر وكوريا الجنوبية. وضمت المذكرات الموقعة مذكرة تعاون في مجالات الصناعة الدفاعية والدعم اللوجستي وأخرى بشأن المبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، إضافة إلى توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر K9A1EGY مع شركة هانوال كوريا الجنوبية، وذلك بحضور السيد كان جين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية، حيث وقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر K9A1EGY محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوال كورية الجنوبية، ويمثلها السيد سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة.
ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطوير في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم. من جانبه أعرب السيد كان جين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين. وألقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمة أشاد فيها بعلاقات التعاون في مجال التصنيع العسكري مع الجانب الكوري. حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارة شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة. نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من مراسلي الوكالات الأجنبية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، وذلك للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء داخله ونظم الإصلاح والتطوير المتبعة في ظل التطور الكبير في منظومة السياسة العقبية بمصر والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزاً لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء. هننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي، ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية. بصراحة تجربة رائدة، أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء. شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية، للاهتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة. شفنا أجهزة متطورة جدا، كشف عن الأمراض المختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها، فده حاجة مشرفة. لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكبسولة المغلقة اللي بتسمح بمرور الهواء عبر فلاتر لدخول هواء نقي. يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم. عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة. لا قدرت أشوف النهاردة، أعتقد أنه هو ستاندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى، يعني أو ما نشاهده في الدول المتقدمة. يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع، ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإثقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ما رأينا اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهيلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهيلهم، حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف. اكتشفنا قد إيه في تطوير
في قد ايه تغيير بالنسبه للنزلاء، فكره تعليم النزيل وتثقيفه وتاهيله مره اخرى علشان يخرج للمجتمع بشكل افضل. النهارده شفناها في مركز تاهيل بدر. حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز، والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها كرامة المواطن. رأيك إيه في مركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة اللي اتعملت النهارده؟ حاجة جديدة، إحنا ما كناش متخيلين إن الدولة هتساعدنا بالطريقة دي، وإن هم هيقفوا جنبنا كده، وإن هيدونا أمل في الأيام اللي جاية، وإن هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت، وإن إحنا لازم نبقى الأحسن دايما. إحنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة، يعني كل اللي عنده هواية في حاجة بتعلمها. اللي بيرسم لمينا مواهب الرسم، اللي بيطرز الكروشات، كل اللي انتوا بتشوفوه ده حقيقي. Lot of different than any other prison. This hospital like 5-star grade hospital and all facility, rehabilitation center and again the drug control system, everything world class. And the amazing thing, they have the research facility here to how to change the behavior of the drug addicted. So it's amazing. النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها، والتأهيل والإصلاح. فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية، صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع. صورة واقعية من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي أنشأتها وزارة الداخلية ينقلها المراسلون الأجانب عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة، وذلك بعد زيارتهم لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، وهي تعبر عن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي أنشأتها وزارة الداخلية والتي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية سامح شكري مساندة مصر للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. وشدد شكري خلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته المستقلة. من جانبه أحاط الرجوب ووزير الخارجية بآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، معربا عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومحورية الدور المصري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة. في إطار التحضير لقمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، شاركت السفيرة سهى جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية في اجتماع لجنة نقاط الاتصال التابع لآلية مراجعة النظراء الأفريقية المنعقد عبر فيديو كونفرنس. استعرض الاجتماع جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. وأكدت مساعد وزير الخارجية على أن مصر حرصت على أخذ هذه المبادئ التنموية بالاعتبار خلال عملية إعداد وتنفيذ رؤيتها الوطنية للتنمية 2030. كما أشارت إلى تمكن مصر من تجاوز التحدي الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال برامج الضمان الاجتماعي. أعربت سفيرة سويسرا بالقاهرة إيفون بومان عن تقديرها وتثمينها للجهود المصرية لتمكين الكوادر الشابة. كما أكدت السفيرة السويسرية سعادتها بالإنجازات التي قامت بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا التوقيت القصير منذ إنشائها. جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية للسفيرة السويسرية خلال زيارتها الأولى للأكاديمية بعد توليها لمنصبها في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية وشركائها الاستراتيجيين في سويسرا وعلى رأسهم معهد جنيف للسياسات الأمنية. يغادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القاهرة اليوم متوجها إلى المملكة الأردنية لإجراء محادثات سياسية تتناول عددا من الملفات العربية والإقليمية. وأشارت الأمانة العامة بالجامعة العربية إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل الدور المهم للأردن في النظام العربي وفي منظومة العمل العربي، معربة عن تقديرها للقيادة الأردنية.
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن القرار الوطني المستقل هو ما يدفعه للتقدم بترشحه على منصب رئيس الجمهورية. وأضاف الرئيس العراقي في كلمة للشعب العراقي أن أمام العراقيين مسؤولية تاريخية. كما شدد صالح على أن الدور المنتظر للبرلمان الجديد يحتم أن يكون ممثلا حقيقيا لإرادة الشعب العراقي. أعضاء مجلس النواب الأفاضل، لقد انتخبكم الشعب في انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل، وأن يكون الشعب سيد نفسه. فشبابنا في البصرة والناصرية والنجف الأشرف وبغداد والموصل والسليمانية وأربيل والأنبار وكركوك والديوانية ودهوك وديالة وسنجار يتقاسمون ذات التطلعات في العيش الكريم الحر. ولذا فأن الظروف العصيبة التي مرت بالبلد وما ينتظره من استحقاقات تفرض علينا مسؤولية تاريخية وعملا استثنائيا، وأن الدور المنتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون برلمانا حرا وممثلا حقيقيا لإرادة الشعب وتطلعاته. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة بموعدها. وكانت الهيئة الانتخابية في تونس قد أعلنت أنها شرعت في تحديد القائمة الأولية للناخبين المسجلين حتى نهاية سنة 2019 وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية طبقا لدستور 2014. أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية عزم بلاده إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية العامة في بني غازي، وذلك بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء ذلك خلال زيارة وفد مكلف من حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا. وأكد المسؤول الروسي ترحيب بلاده بهذه الزيارة معتبرا أنها تمثل خطوة نحو تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بالتوصل إلى حل للأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، متهما في الوقت ذاته واشنطن باستخدام أوكرانيا كأداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عقب مباحثتهما اليوم بموسكو. وشدد بوتين على أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي فهي ستحاول بالقوة استعادة شبه جزيرة القرم، ما يدفع بحرب بين بلاده وحلف شمال الأطلسي. كما أشار الرئيس الروسي إلى تجاهل الولايات المتحدة والناتو لمخاوف بلاده الأمنية بعد رفضهما الشروط الروسية بإطار المواجهة بشأن أوكرانيا. أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تم إعادة تحديد موعد الاتصال الهاتفي الذي سيجرى بين جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية ليكون بعد ظهر غد الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتصال يأتي في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا الضغط على روسيا بشأن حشد قوتها على الحدود مع أوكرانيا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الحيوي أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، محذرا من أن الهجوم على أوكرانيا سيشكل كارثة لروسيا والعالم. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بكييف أن هناك خطرا واضحا ووشيكا لحدوث تدخل عسكري روسي بأوكرانيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على رغبة الولايات المتحدة في مواصلة التبادل الجوهري مع روسيا بشأن مخاوف أمنية متبادلة. كما حث بلينكن خلال الاتصال نظيره الروسي على إلغاء التصعيد الروسي الفوري وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا.
التاسعة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. إصابة رئيس الوزراء البرتغالي بفيروس كورونا بعد يومين على فوزه بالانتخابات التشريعية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النفايات الطبية الناتجة عن استخدام أدوات مكافحة كورونا سببت ضغطاً هائلاً على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية بالعالم بما يهدد صحة الإنسان والبيئة. وذكرت المنظمة في تقرير لها بأن التقديرات تشير إلى أن نحو 87 ألف طن من معدات الحماية الشخصية التي تم شراؤها بين مارس 2020 ونوفمبر 2021 وجرى شحنها إلى البلدان المحتاجة من خلال مبادرة طوارئ مشتركة للأمم المتحدة، من المتوقع أن ينتهي بها الأمر إلى النفايات، مما يعد مؤشرا أوليا على الخطر، وذلك دون النظر إلى الأدوات التي تم شراؤها خارج المبادرة والنفايات الناتجة عن استخدام الأشخاص لمنتجات مثل الأقنعة الطبية. أعلنت الحكومة البرتغالية تعرض رئيس الوزراء أنطونيو كاستا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين على فوزه بالانتخابات التشريعية. أوضحت رئاسة الحكومة أن كوستا سيلزم الحجر الصحي لمدة 7 أيام. وخاض كوستا في الأسبوعين الأخيرين حملة انتخابية، وكان من المقرر أن يلتقي غدا الرئيس البرتغالي مارسيليو دي سوزا في إطار مشاورات لتشكيل حكومة جديدة. سجلت روسيا عددا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع انتشار سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. وقفز عدد الإصابات خلال 24 ساعة إلى 125,836 حالة إصابة. كما سجلت الصحة الروسية 663 حالة إصابة ووفاة في الساعات 24 الماضية. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 18,343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة. وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بالبلاد ارتفع إلى 864,242 إصابة. هذا وشهدت البلاد زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت سلالة أوميكرون شديدة الانتشار، كما سجلت كوريا الجنوبية 17 وفاة جديدة بالفيروس لارتفع إجمالي الوفيات إلى 6,772 وفاة. حصل لقاح سبايك فاكس المضاد لكورونا والمنتج من شركة موديرنا على الموافقة الكاملة للاستخدام من إدارة الدواء الأمريكية. وتحصل لقاحات كورونا حول العالم في أول الأمر على موافقة طارئة فقط للاستخدام قبل أن تحصل على الموافقة الكاملة. خطوة مهمة على طريق إزالة أي مخاوف من اللقاحات الخاصة بكورونا، وذلك بحصول لقاح شركة موديرنا المعروف علميا باسم سبايكافاكس على الموافقة الكاملة من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، بعد أن كان قد حصل سابقا على موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر من عام 2020. لقاح موديرنا هو ثاني لقاح للوقاية من كورونا يحظى بالموافقة الكاملة، وذلك بعد لقاح فايزر الذي حصل نهاية أغسطس الماضي على موافقة كاملة. موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موديرنا تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، كما أنها تتعلق بالجرعتين الأوليين من اللقاح، أما الجرعة المعززة فلا يزال استخدامها في إطار موافقة الاستخدام الطارئ. الموافقة الأمريكية الكاملة سجلت بعد تجارب سريرية لتحديد فعالية سبايكافاكس شملت أكثر من 14 ألف متطوع، وأشارت التجارب إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لدى المشاركين تمثلت في الإرهاق والصداع وآلام العضلات، إضافة إلى حالات من الإصابة بالتهاب عضلة القلب. لكن رغم ذلك قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن فوائد اللقاح تفوق مخاطرها.
الشركة المنتجة أعربت عن أملها في أن تعزز موافقة FDA على لقاح موديرنا الثقة باتخاذ قرار أخذ اللقاح لمواجهة موجات تفشي فيروس كورونا. بدأت السلطات السعودية اليوم تطبيق إجراءات جديدة في التعامل مع جائحة كورونا، حيث دعت كل من مضى 8 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية. أشار مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إلى أن الحصول على الجرعة المعززة سيكون شرطا لدخول أي أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية، وكذلك المنشآت الحكومية أو الخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام. قام سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد جاد بإيداع أصل وثيقة تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة المنشأة لوكالة الدواء الإفريقية. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص. وأعرب السفير المصري خلال الاحتفالية عن سعادته بانضمام مصر لهذه المعاهدة، منوها بالإيجابيات الكبيرة المنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة للشعوب الإفريقية، مؤكدا في هذا السياق على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعمل الوكالة. هذا وقد أعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي مينياتا ساماتا عن سعادتها بانضمام مصر للمعاهدة. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 وسط إقبال كبير من الجماهير، وتجاوز عدد زوار المعرض في أسبوعه الأول 400,000 زائر. لليوم 6 على التوالي تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 وسط إقبال كبير من قبل زوار المعرض الحريصين على الاستفادة من هذا الزخم الثقافي الضخم، حيث أعلنت اللجنة العليا للمعرض أن رواده تجاوز عددهم في أسبوعه الأول 400,000 زائر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. السنة دي بتشكيل مختلف وبتنظيم مختلف، أنا بقالي أكتر من 4 سنين باجي كل سنة. طبعا السنة دي فيه إجراءات احترازية مطبقة ما شاء الله، للشباب اللي هم متواجدين تطوع ما شاء الله. يعني المعرض فيه كتب جميلة جدا وفي اقسام ورش فنيه، انا باجي عشان اقسام الورش الفنيه بس، عشان اشتري الكتب بشتري ايه لبنتي، يعني كتب معينه كده ليها ايه زي كتب رسومات. المعرض جميل جدا ومنظم جدا، وكمان بيساعدونا ان احنا نجيب الكتب اللي احنا عايزينها، يعني اي كتاب احنا عايزينه بيجيبوا، يعني بيعرفونا مكان الكتاب من دار النشر. المعرض الصراحة يعني مش مكان واحد بس اللي عاجبني، لا هو كل سنة بيتطور وكل سنة بيكون في حاجات جميلة. الفعاليات التي تستمر حتى 7 فبراير الجاري تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل تقدم العديد من الندوات الثقافية والفكرية، فضلا عن أمهات الكتب في شتى مجالات المعرفة. كما تشمل الفعاليات برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي. بحضر المعرض علشان اولا اشوف عناوين الكتب الجديده واشوف ايه الخط سواء الصاعد او الهابط بالنسبه للتاليف في مختلف المجالات، وانا لا اقرا في مجال الادب فقط وانما اقرا في مجالات كثيره جدا كالتاريخ والفلسفة وإلى آخره. يعني المعرض هو يعتبر عيد بالنسبة للمثقفين سواء المثقفين المصريين أو المثقفين العرب، يعني التنظيم متميز وجيد، وأنا عايز أشكر الهيئة العامة للكتاب على هذا التنظيم وعلى أن هناك مركز لتلقي اللقاح داخل المعرض. السنة دي كمان في حاجة جميلة قوي، أن بدأنا نشتغل على الأدب الجديد، الأدب الأجيال الجديدة المعاصرين المعيشين، ففي ترجمات تمت في كذا دار نشر مصرية لأدباء يونانيين، لأول مرة يتم الترجمة مباشرة من اليونانية إلى المصرية. معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيه 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة، ويشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يعتبر تظاهرة ثقافية عالمية تعكس ريادة الحضارية المصرية ليعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة ورغبته في الاطلاع على أهم وأحدث العناوين في مختلف المجالات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40,000 متردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وذلك منذ بدء فعاليات المعرض يوم 26 من يناير الجاري وحتى أمس الاثنين. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجريا، وأشارت الإفتاء في بيان لها بأنها استطلعت هلال شهر رجب بعد غروب شمس اليوم بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحققت من خلال الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رجب. وبهذه المناسبة تقدم دار الإفتاء التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل الأنحاء. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مشروع سكوك الإطعام. وأكد وزير الأوقاف أن مشروع سكوك الإطعام يعد أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع. تنفيذا لسياسات الدولة في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، أطلق وزير الأوقاف مشروع لحوم سكوك الإطعام لهذا العام الذي يوفر 400 طن من اللحوم كمرحلة أولى توزع على مدار 4 أشهر، ثم الاستمرار في هذا المشروع طوال العام مساهمة في عمل الخير وذلك في إطار مشروع حياة كريمة وبالتعاون بين وزارة الأوقاف والتموين. هذا المشروع من أهم المشروعات المجتمعية، بعد نجاح مشروع سكوك الأضاحي نجاحا كبيرا، حقق العام الماضي نحو 1500 طن لنحو 1,500,000 أسرة من الأضاحي، رأينا أن احنا نستمر على مدار العام. فلسفة هذا المشروع أننا بدل أن كنا نصل إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة في العام في مشروع سكوك الأضاحي، الآن هناك عدد كبير جدا من الأسر مستهدف أن يثبت شهريا. سكوك إطعام ده موضوع جديد عاملة وزارة الأوقاف عشان تستهدف فيه الأسر الأولى بالرعاية. بدأ ب 100 طن في شهر فبراير، 100 في شهر مارس، في شهر إبريل 100، في شهر مايو إجمالي 400 طن هذا العام. وزارة الأوقاف أعلنت عن قيمة الصك الذي يبلغ 300 جنيه ويشمل كل أنواع التبرع من أموال الزكاة والصدقات، وخصصت الوزارة 5 حسابات بنكية للتبرع بسكوك الطعام لجمع الأموال في توفير هذه اللحوم التي تذبح وتحفظ بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها حتى تصل للأسر المستحقة. بالنسبة للقيمة المالية والصك الإطعام اللي هو عملها وزارة الأوقاف ب 300 جنيه للفرد، ممكن الفرد يحصل على صك واثنين وثلاثة حسب قدراته، والشركة هنا عندنا بدورها بتوفر اللحوم الطازجة. فطبعا اللحوم ما بيلمسهاش أي حد غير في التشفية بس، يعني هي بتخش آلي بتمر على الخط ومحدش بيلمسها بإيده، وطبعا كل الجزارين اللي جوه طبعا عشان الإجراءات الاحترازية اللي معمولة دلوقتي لابسين الكمامات، وإن شاء الله تكون موسم كويس بإذن الله. وطبعا اللحمه ديت بالنسبه دي اطعام، فان شاء الله تكون حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. مشروع سكوك الاطعام هو المشروع الاول الذي يضمن وصول لحوم للاسر الاولى بالرعايه طوال العام، والذي جاء بعد النجاح الذي حققه مشروع سكوك الاضاحي الذي وصل في العام الماضي ل 1453 طنا من اللحوم. محمود جميل، التلفزيون المصري. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتواصل أعمال القوافل العلاجية التابعة لوزارة الصحة بقرية الرغامة بمركز كومومبو مؤسوان.
وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1688 حالة من خلال 10 عيادات، وتم صرف العلاج المجاني للمواطنين، كما تم تحويل عدد من الحالات لمستشفى كومومبو وادرا وآخرين للمستشفى الجامعي لإجراء جراحات وعمل أشعة الرنين المغناطيسي. احنا هنا بنعالج المرضى يعني على نفقة الدولة، الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان. اي مريض امراض مزمنة بنحوله على اقرب مستشفيات تبع تأمين الصحي علشان يتلقوا العلاج بتاعهم بالكامل بالمجان، والتشخيص برضو بالمجان. بس هو ده اللي احنا بنعمله هنا، وبنتوجه اكتر للاماكن المحرومة والاماكن اللي شوية بعيدة عن المراكز والمستشفيات الجامعية وهكذا. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. نعم، الأخبار الاقتصادية مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكراً رغدة وهبة، وأهلاً بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن انفجرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورغان بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصرية، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم. وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا لمنضمة لمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر، بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر جي بي مورغان، لافتا إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 68.6% عام 2019-2020. أعلن رئيس هيئة قناة السويس فريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير من عام 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات. وأضاف رئيس الهيئة أن شهر يناير الماضي أصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة. وقد أوضح ربيع أن القناة قد شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، وذلك مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام السابق، بإجمالي حمولات صافية أكثر من 106 ملايين طن. وأضاف ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال يناير من عام 2022 نحو 544 مليون و700 ألف دولار غير شامل الخدمات الملاحية. وأشار أيضا رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس قد بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، وذلك اعتبارا من اليوم، والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021.
عقدت لجنة تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر اجتماعا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأكدت الأمانة العامة في بيان أنه تم إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة وأقرتها القمة العربية لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة، مضيفة أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة قد تضمنت التركيز على تحديث الإحداثيات السياحية والإحصائيات لتكون أكثر واقعية، وكذلك الاهتمام بعنصر تنافسية السياحة والسفر للدول العربية والأثر الاقتصادي لقطاع السياحة. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب وسط إحجام تداول منخفضة، وقد ربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 748 مليار و201 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 98% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، كما ارتفع أيضا مؤشر إيجي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، كما صعد أيضا مؤشر إيجي إكس 100 والذي ارتفع بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع، اليورو سجل 17 جنيها و63 قرشا للشراء و17 جنيها و74 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها و11 قرشا للشراء و21 جنيها و24 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء وأخيرا 4 جنيهات و20 قرشا للبيع. نتحول إلى منطقة اليورو، حيث تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى مستوى تاريخي، وذلك وفقا لبيانات رسمية، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي متحور أوميكرون. وقد ذكرت وكالة يوروستات الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن نسبة البطالة المعدلة مساميا قد بلغت 7%، وهو أدنى مستوى لها منذ بدايات الوكالة تسجل المعدل في فبراير من عام 1998. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لرغدة وهبة إليكما. أشكرك ميرفت. واصل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة القصير. هذا كما التقى المحافظ عددا من المواطنين وأجرى جولة في المدينة تزامنا مع الاحتفال بذكرى الثانية والخمسين للعيد القومي للمحافظة. وخلال جولته أعلن محافظ البحر الأحمر عن تسليم 500 وحدة إسكان اقتصادي قربت على الانتهاء للمستحقين عقب الانتهاء من لجان التظلمات. كما افتتح محافظ البحر الأحمر أعمال تطوير الشاطئ العام لمدينة القصير بعد انتهاء تطويره بمرحلتيه الأولى والثانية ليكون متنفساً لأبناء المدينة. المرحلة اللي جاية هتشوفوا تنمية يعني بشكل واضح جداً في الشلاتين وفي حلايا بإذن الله، المناطق الجنوبية بالذات. احنا عارفين أن عندكم بعض المشاكل. في مشاكل بسيطة مش كتيرة، الحكومة المحلية مشاكل عارفينها، بعض المشاكل من ضمن المشاكل ديت انتوا كنتوا طالبين ان الشباب عندكم يتوفر لهم مساكن، الشباب عندكم يتوفر لهم عمل او يتوفر لهم اماكن عمل. اما الان فمع الاخبار الرياضيه، ميرفت المليجي معها اخبار الرياضه. شكرا هبه ورغده، واهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المره مع اخبار الرياضه. يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وقد أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية يوندي أظهر استعدادا للقاء الكاميرون أظهرت سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.
خسر الزمالك من ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وفي البطولة نفسها تأهل غزل المحلة إلى الدور الثاني بعد فوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف. بهذا الفوز رفع غزل المحلة إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كليوباترا عند 4 نقاط في المركز الرابع. وما زلنا مع كأس الرابطة، حيث صعد إنبي للدور الثاني بعد تغلبه على مضيفه فاركو بهدفين نظيفين. بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الخامس. نهاية أخبار الرياضة وعودة لهبة ورغدة إليكم. شكرا لك مرب. تحتفل الصين اليوم بعيد رأس السنة القمرية الجديدة وفقا للتقويم الصيني. يعد هذا العام عام النمر الذي يحتل المركز الثالث في سلسلة الأبراج الصينية المكونة من 12 حيوانا. بعرض مسرحي غنائي احتفلت الصين برأس السنة القمرية الجديدة وفقا لتقويمها الخاص أو ما يطلق عليه الصينيون عيد الربيع. العرض المسرحي مستوحى من قصة حول قطيع من الأفيال الأسيوية البرية أظهرت العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة والحيوانات. الاحتفال بعيد الربيع يبدأ في اليوم الأول من الشهر الأول في التقويم الصيني وينتهي بمهرجان الفوانيس الذي يوافق يوم 15 من الشهر. يحتفل الصينيون بالعام الجديد من خلال الأنشطة الشعبية المختلفة، ويعم اللون الأحمر كافة المدن هذه الأيام، وتزين الفوانيس الحمراء شوارعها. يعتمد التقويم الصيني على دورة 12 عاما، ويسمى كل عام منها وفق علامة حيوانية مثل الفأر والثور والنمر والتنين والحصان والكلب، ويحمل كل حيوان منها صفات مختلفة عن الآخر. والآن مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، عودة مرة أخرى إلى مرفت إليك. شكرا هبة ورغدة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأربعاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على المناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة، وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. ففي القاهرة العظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 19-8، مطروح 18-10، بورسعيد 20-10، الإسماعيلية 20-9، السويس 20-10، العريش 20-8، طابة 19-10، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 22-12، الأقصر العظمى ستكون 22 والصغرى 7، أسوان 23-7، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 23 والصغرى ستكون 13. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج. مدبولي يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد متابعة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو لا تزال تبحث رد واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم، والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا هبة؟ ازيك يا رغد؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول رجب. وانت طيب وكل الأمة العربية والإسلامية. اللهم أمين. أشكركم طبعا على نشرة متميزة كما جرت العادة، ونشكر كل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.